وككل سبت وثلاثاء نلتقي الكاتب الصحفي الساخر محمد السحيمي الذي يجمع لنا ما لفت انتباهه من أخبار محلية وعالمية، أحيانا يعلق عليها بطريقته الخاصة. طبعا محمد السحيمي من نصرة أهلا من الأسبوع الماضي وثابت معنا، أرحب فيه مرة ثانية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا عزيزي، وأسعد الله مساءك ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام. نعم، خلينا نبدأ من خبر شوي يمكن صار في الفترة الأخيرة كثير في السعودية، كثير لأنه لما نقول كثير يعني حالات، أكثر من 4 حالات 5 في وقت متقارب وهي الانتحار. وفي تقرير إحصائي في صحيفة الشرق الأوسط يرصد ارتفاع الانتحار في السعودية إلى 166 حالة. أيضا فيه أخبار كثيرة الحقيقة، مما دعا المفتين إلى أن يفتون بحرمانية ذلك أو التأكيد مع أنه معروف. أيضا في إحباط محاولة انتحار 30 بالسقوط المرتفع، نعلق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أنظر إلى الموضوع باستمرار على مستوى فردي وعلى مستوى اجتماعي جمعي كامل. الفردي يمثل حالات شخصية، كل منتحر صغيرا كان أم كبيرا، امرأة أم طفلا، وافدا أم سعوديا، هو في النهاية له ظروفه الخاصة، ومهما كان من سوء فقد انتقل إلى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وخير المنزلين. الذي يهمنا نحن هو الحياة، الذي انتقل إلى المستوى الجمعي. ماذا يعني أن تنتشر ظاهرة الانتحار في هذا، وأنا أصر على كلمة ظاهرة أنها ظاهرة، ظاهرة الانتحار في المجتمع السعودي في هذا الزمن في هذا الوقت بالذات. في البداية إذا سمحت لي أن أعود، لأن ذاكرتنا دائما ذواكرنا دائما رملية ننسى بسرعة. في الواقع الظاهرة ليست جديدة، هي قديمة منذ كنا مجتمعا بشريا نمرض وننقص ونخطئ ونصيب ونصلح ونفسد، كأي مجتمع بشري في العالم كانت الظاهرة موجودة. وقبل 3 سنوات بالضبط ألقى الدكتور عبد الرزاق الحمد الطبيب النفساني الشهير محاضرة في نادي الرياض الأدبي بعنوان ظاهرة الانتحار في المملكة قبل 3 سنوات، وتحدث عن أرقام، وأذكر أنه كان إلى يميني الزميل العالمي يوسف الحميد الروائي، وانبهرنا أنا وهو، انبهرنا بهذه الأرقام وبهذه الحقائق التي يقدمها الدكتور عبد الرزاق، لأنه يتكلم من مجتمع سعودي في مجتمعنا، واستغربنا أن تكون الظاهرة بهذا العمق وبهذا الخطر، إلى درجة أني قلت ليوسف لو تحدثت أنت سيقولون روائي وخيال واسع والحمام لا يطير في بريدة، ولو تكلم محمد السحيمي بيقول هبلة ومسكوها طبلة، يعني ما يحتاج. ولكن الحقيقة للأسف والحياة دائما أوسع من خيال الفنان كما يقولون. هذا المعنى، ما معنى أن تكون الظاهرة، كيف كانت، أين كانت هذه الظاهرة إذن؟ إذا كنت تقول إنها عميقة وبعيدة إلى ما لا يقل عن 30-40 عاما، وهي موجودة عندنا وترتكب في المستشفيات وفي غير المستشفيات. في الواقع هناك سببان لاختفاء هذه الظاهرة وظهورها الآن. الاختفاء كان بسبب الرقيب معزر، مرة أخرى الرقابة عندنا تمارس وصاية على المجتمع، وهذه الوصاية، لأنهم كانوا يقولون لا تكتب عن هذا الموضوع، مثلا لا تنشر هذه الأخبار تخيف الناس، يا أخي الناس عايشين مبسوطين ومجتمع فاضل، فما يجوز أن تضخم مثل هذه الأخبار، إذا نشرتها أخفت الناس إلى آخره. وأستاذنا الدكتور سلطان البازعي استشهد في السبت الماضي بعبارة للواعظ الشهير عمرو خالد، وقال إن نفاق الشعوب أخطر، أو نفاق الجمهور أخطر من نفاق المسؤولين مثلا أو الرؤساء. وهذه قضية يعني للأمانة التاريخية ناقشها محمد الرطيان، قضية أن ننافق المجتمع، ننافق الجمهور، ماذا يريد الجمهور، نقول له ما يريد وما يحب أن يسمع، يحب أن يسمع أننا أفضل مجتمع في العالم، أننا أحسن مجتمع، كل شيء زين وكل شيء مبسوط، يعني مبسوطين ما عندنا مشكلة.
فهذه القضية كانت بسبب الرقابة، تتكلم في هذا الموضوع ولا تتكلم في هذا الموضوع، إلى أن بدل أن يعني بدل أن نحل المشكلة من جذورها بأن نرفع أصواتنا إلى أصحاب القرار والمعنيين من باحثين وأطباء وخلافه، بدل أن نفعل هذا نكمم الأفواه. يذكرني هذا بقصة ظريفة لزميل لنا قديم، كنا في جدة في ثانوية بدر الشاملة، على فكرة حتى الدكتور عايض القحطاني كان معنا من نفس الشلة، فكان أحد الزملاء يشتكي من ارتفاع حرارة سيارته، كل شوية يستوي الحرارة مرتفعة، ما خلى شيء ما غيره، إيش صار؟ قام قال العبقرين وصديقنا هذا، قال يا أخي شيل الإمبير وريح دماغك، شيل الإمبير عشان تنفجر السيارة في أي لحظة. فهذه للأسف الرقيب مرة أخرى معزر الذي يمارس وصايا على الساحة الثقافية، على الكتاب وعلى الصحفيين وعلى الجرائد وعلى رؤساء رقباء التحرير أيضا، هو مسؤول بدرجة كبيرة عن مثل هذه الأمور. الموضوع الثاني وأنا أو القراءة الأخرى التي نستفيدها من هذه الظاهرة مرة أخرى، أذكر أنني أقرأها على مستويين، مستوى نعم. فردي وانتهينا منه، ومستوى جمعي. على المستوى الجمعي الآن أصبح الشعب أو الجمهور أو الناس عندنا أكثر وعيا بأهمية الطب النفسي، وأن المرض النفسي ليس عيبا، وأننا لسنا المجتمع، نعم نحن مجتمع فاضل، لا يعني أننا ملائكة، نحن بشر فاضلون بشريا، ويعني فينا الخير الكثير، ولكن أيضا يطلع لك كل شوية شيء سيء لابد أن تتقبله. الآن الناس بدأت تتقبل هذا، وأصبحنا نعرف يعني مثلا، اسمح لي أن أحيي الفنان الكبير عبد الرحمن الخريجي الذي صرح بملابسات ووفاة ابنه سعد رحمه الله وغفر له. هذا الفنان رسم نموذجا وقدوة للمواطن السعودي الذي يتقبل قضاء الله وقدره ويقول إن لله وإنا إليه راجعون. ابني كان يعاني من مشكلة نفسية انتهت به إلى الانتحار. ليس كل الشباب نعم. لله الحمد بهذا طيب. السوء طيب. ولكن المجتمع إذا سمحت لي فقط، تطولنا في الانتحار المجتمع واسر. نعم عشان خايف ننتحر معك بعدين. لا هو لا. بس نقطة واحدة إذا سمحت لي هي أقرأها في ظاهرة الانتحار، هي أن أبا الطيب المتنبي نعم. أعظم شاعر عرفته العربية، هو سعودي 100% بغض النظر عن شهادة محمد عبده من عدمها له. إيش قصتكم أنتم كنتم تساعدون العالم شهير. يا محمد أنت محمد ومحمد نعم. يقول المتنبي: إذا ما تأملت الزمان وصرفه، إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت نوع من القتل أو ضرب من القتل. الموت هذا لينتهي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. المشكلة في الحياة القتل يستمر يوميا ويحدث لنا نعم. يوميا. المواطن السعودي للأسف الآن في هذا الوقت هناك عدة أشكال للقتل يتعرض لها يوميا. بنوك مرتاع البال تقتله، شركات التأمين تقتله، الأمانات التي وجدت لخدمة المواطن. يعني أنت ما سمعت عن حي الضبان في المدينة المنورة مثلا؟ حي الضبان هذا أمانة المدينة المنورة استعجلت 50 سنة صابرة عن المشاريع، الآن في هذه الشهرين لابد أن تنجز مشروعا ما، وهو توسعة المطار مثلا. فنزعت الملكيات من المواطنين أو أصدرت قرارا وتثمينا بنزع الملكيات من المواطنين، لم يعجب المواطنين هذا الأمر فاحتجوا، لأن يعني التثمين بتسعيرة الخلافة الراشدة أيام الخلفاء الراشدين السعر، والناس الآن في عام 2000 وكذا. فالأمانة ماذا فعلت؟ استصدرت قرارا، والقضية ما زالت تنظر في ديوان المظالم، وديوان المظالم حكم بإعادة التثمين. مع ذلك الأمانة انتزعت. هذا أنا أضرب مثالا فقط بما يحدث للمواطن ومن جهات رسمية. الأمانة اتخذت قرارا من الأمارة، استصدرت أمرا بقطع التيار الكهربائي والماء حتى يخرج المواطنون ويقبلوا بالتثمين الذي لم يبت فيه ديوان المظالم بعد. فالخطوة الثانية الله يستر معناته خراطيم يعني ممكن ينتحرون عموما. فاصل ونعود قبل لا ننتحر، أو قبل ما ينتحر اللي منتظرنا نطلع إعلان. فاصل ونعود.